ما زالت الأحداث الدامية في بورسعيد على صفه ساخن، فبعد ليلة تصدرت فيها مشاهد العنف والجنائز والدم والنيران، عادت الاشتباكات العنيفة اليوم من جديد أمام مقر مديرية الأمن وديوان عام محافظة بورسعيد. ثورة المتظاهرين لم تهدأ في مواجهة طلقات الخرطوش والرصاص، فالنيران لم تطل مقر مديرية الأمن وديوان عام المحافظة فحسب، لكنها امتدت إلى جزء من مقر الأمن القومي ببورسعيد. من جانب آخر، الغضب من قبل قوات الأمن والشرطة كان عارما في مواجهة المتظاهرين، بل امتد أيضا نحو كاميرات الوسائل الإعلامية. المتظاهرون الغاضبون في شوارع بورسعيد لا يرون حتى الآن أي محاولات للتهدئة من جانب النظام ووزارة الداخلية، فطلبوا بتسليم المدينة بالكامل لقوات الجيش. الوقت الجيش امبارح قال لك الناس دي هنطلع نمشيهم من هنا، واحنا متقبلين الجيش، واحنا الجيش لو احنا عملنا حاجة بقى مع الجيش يبقى احنا اللي وحشين، هم يمشوا. الناس اللي ماتت دي حتى مش هين عليهم، قال لهم ان هم شهداء، قاعد يقول بلطجيه بورسعيد بلطجيه. تعال شوف انضف ناس واقفه دلوقتي، تعال شوف انضف ناس، انضف من اي حد، انضف من الرئاسه نفسها. الداخليه لازم تنسحب، لازم الناس اللي ماتت، انت حسبت ناس في ماتش الاهلي والمصري مش شهداء؟ ماشي، الناس اتغضب بهم وزعلنا عليهم والبلد دي زعلت عليهم، والله الناس البلد دي زعلت عليهم. تحتسب الناس اللي ماتت شهداء؟ حرام، هم ذات نفسهم حرام. اجري شوف من فوق بيعملوا ايه، الشباب بيجري، الشباب تعبان وبيجري، حرام ليه بيجري؟ اللي بيقع اللي ده مكسور الراجل كذا كذا ليه؟ عشان ايه؟ انا افهم عشان ايه؟ مفيش حد عاقل، مفيش حد عاقل. مستشفى بورسعيد العام دائما في حالة استعداد وتوتر مستمران، بداخله يرقد عدد كبير من المصابين في احداث الامس واليوم، ولكل واحد منهم روايته الخاصة. احنا كنا واقفين عند المحافظة هناك وسط الناس اللي هم المتظاهرين دول، وهم بيطالبوا بالشرطه تمشي، هم قعدوا يضربونا بالقنابل المسيله للدموع ويشتمونا ويعملون له حركات استفزاز ويعملوا لنا كده هنذبحكم. كنت متواجد ناحيه المحافظه، كان لي اوراق عاوز اروح اخلصها من هناك، فجاه ورقت القنبله بتاعه الغاز وسطنا، لقيت مجموعه من الناس وقعت، ما قدرتش اتمالك، ناس وقعت على الارض من كتر الغاز، جاني اختناق. من جانبه أكد مدير المستشفى أن الإصابات تتراوح ما بين اختناقات وطلقات نارية وخرطوش. امبارح وأول امبارح كان في استقبال لحالات اختناق وحالات جروح قطعية وحالات خرطوش وبعض إصابات في العين وكسور في العظام، والحالات اللي وصلت النهاردة كلها حالات اختناق من قنابل غازية، تقريبا 15 حالة. حالة احتقان لا تهدأ في الشارع البورسعيدي تأتي متزامنة مع تجاهل النظام لمطالب المواطنين هناك، ويبدو أن الحل السياسي للأزمة الراهنة والمتصاعدة لم يأتي حتى الآن لاحتواء الموقف الراهن ببورسعيد.